ما نحبش نقول احنا اكبر بلد واحنا البلد الوحيد واحنا كذا واحنا كذا، ما نتفيدش هذا الكلام. احنا الدولة اللي تعطي الطاقتين في المنزل، الكهرباء والغاز، ووصلنا 62% من تغطية بالنسبة للكهرباء. يعني 62% من المنازل عندنا في الجزائر عندهم كهرباء، عندهم كهرباء وغاز. 62% عندهم كهرباء وغاز. أما بالنسبة للكهرباء رانا 99%.